السلام عليكم، أهلا ومرحبا بعشاق الدردشة وأهل الدردشة. فمش ما نطولوش على بضيتنا، لا بتيت ريفليكسيون ديال المساء هذا، وهي حكاية أسد. يعني هي عبارة على واحد الحكاية. هذا واحد أسد كان الصيت ديالو مسموح في واحد الغابة، كلشي كيخاف منه، كلشي كيخاف منه. ففي الوقت اللي كيكونوا القرودة مجموعين كيتكلموا على هاد السبعة هذا، في الوقت اللي كيكونوا الذيوبة مجموعين كيتكلموا، كلشي كيتكلم على هاد الأسد هذا والعشيرة ديالو. فهاد الأسد فاق واحد الصباح بواحد الحس غريب، حس بيه بأن هذاك الحس اللي كيحس بيه هو ديك الساعة غريب، وهي عق بأن راه ماشي بوحدو في الغابة، راه كاين معاه كائنات حية في الغابة. على أي نفاق بهذا الإحساس هذا ديال الإحساس بالآخر، كيفاش خصها تكون علاقته بالآخر، وشنو غتعطيهم هاد العلاقة هادي. فالسبعة كيعرف بأن خصو يدير واحد راتيساج بعدا، واحد ديكنوستيك، ويعرف شنو كاين. فعيط على الأشبال ديالو والعشيرة ديالو وقال لهم أودي خصكم تخرجوا للغابة وتجيبوا ليا الحقائق من عند كل مجموعة. فكاين اللي كلفو باش يمشي عند القرودة، كاين اللي كلفو باش يمشي عند الديوبة، كاين اللي كلفو باش يمشي عند التماسيح، كاين اللي كلفو باش كل واحد تكلف مهمة على شكل وزراء. فخرجوا هذوك الأشبال والبعض من العشيرة، خرجوا للغابة وداعوا وسط الغابة. فكل واحد عنده مهمة ديالو خصو يقضيها ويرجع بالرابور ديالو لعند السبع. مشى هداك وصل جمع داك المكلف بالمهمة ديال جمع القرودة، جمع القرودة وتكلم مع القرودة، قال لهم ودي شنو كاين؟ قالوا لي اودي الغابة اللي كنا كنعرفو تغيرات الأحوال ديالها، ولا شي كياكل شي، اللي غلب شي واحد كياكلو، يعني يقدر السبع يقدر النمر يتعدى على قرض، يقدر تمساح يتعدى على قرض ياكلو. على أيين القرودة قدموا الملف ديالهم بأن ولات الفوضى ولا العبث في هذه الغابة هذيك، وشي ما كيحضر شي. مشى هذاك اللي عند الدوبة جمع الدوبة كاملين، اشنو هو المشكل اللي ما بقى حتى واحد ملتزم باحترام الاخر؟ فقالوا له اودي يعني الفوضى ولات، ولا الا كنتي غادي في الغابه مثلا كيتلقى لك سبع ياكلك، كيتلقى لك المر ياكل ولادك، المهم ولات الفوضى. انا يعني التمساح الا لقاك كتشرب يقطع لك راسك، كوبرا الا بغاتك تضربك كتضربك. على اي حتى هما عاودوا لي بان الغابة ما بقاتش على ما كانت عليه، وجميع الحيوانات عاودت نفس المساج. فجمعوا هذوك في النقطة ديال اللقاء ديالهم ورجعوا عند الملك، كل واحد رجع عند الملك الأسد، كل واحد رجع بالملف ديالو. فقالوا له الغابة ما بقاتش على الشكل اللي كنت كتعرف، الغابة تغيرات، تكونت فيها مجموعات ديال الخوف اللي تجمعات على أساس تحمي راسها، وبالمقابل تخلقات مجموعات أخرى
ديال الوطنية اللي كتستغل هذاك الخوف ديال دوك الناس اللي خافوا وكتستغلهم حسب ما بغات هي، كيفاش ما بغات هي كتستغلهم. فالسبع استغرب من هذه المسألة، هو كيعرف كاين لعبات، كيعرف شي كياكل شي، لأن شحال من مرة كيكون غادي يضرب شي دورة كيبان لي شي نمر طار على شي غزالة ولا كيشوفو كيميل كيزيد كيقول النمر جيعان خليه ياكل، كيكمل الطريق ديالو كيجيب الدورة ديالو كيصطاد إلا كاين شي ما يصطاد، لأن النبوءات هما اللي مكلفين بالصيدة، هو بعض المرات كيبغي يخرج يمشي يصيد راسو ويدي معاه حتى شي نبوءة. العين استغرب بأن الحيوانات كلها كتشكي، الديوبة كيشكيو، السبوعة كيشكيو، النمورة كيشكيو، القرودة كيشكيو، كلش كيشكي، التماسيح كتشكي. فدار اجتماع طارئ للرئيس ديال القرودة أو المكلف بالكلمة ديال القرودة وديال الدوبة وديال السبوعة وديال التماسيح وديال جميع الحيوانات اللي كاينة في الغابة. اجتماع طارئ وخطب الخطبة الشهيرة ديالو اللي بدات الحيوانات دابا كتنساها لأنه ولات خايفة على راسها. فقال لهم ودي خرجت بواحد القرار، هذا مجمل الخطاب ديالو، قال لهم خرجت بواحد القرار بأننا غادي نتبناو سياسة الإحساس بالآخر، هذا هو الحزب الوحيد اللي غيكون في الغابة، العيش مع الإحساس بالآخر، يعني غتعيش كل فئة غتعيش وتعرف بأن راه كاين فئة أخرى عايشة معاها. فالنمر مخصوش بقا يتعدى على القرد، فين هذه المسألة هذه؟ إلا درك الجوع وباغي تاكل دابز مع شي نمر بحالك، إلا غلبتي غياكلك، إلا غلبتي غتاكلو، وإلا غلبك غياكلك. الدوبة كذلك، بركة ما تهرفو على الكسيبة ديال الناس، بغيتي تاكل دابز مع الديب بحالك، اللي غلب ياكل الآخر. القرودة كذلك، واللي ما التزمش بهذا القانون ديال الغابة الجديد فراه ما غيلوم إلا راسو. سيروا خدموا على راسكم، كل واحد رجعوا للغابة. فخرجوا هذوك الرؤساء، يعني يعجبهم كلام الأسد، عجبهم كلام الأسد، ولكن كيفاش غيطبق ويدخل على الأرضية هنا فين بقات لهم المشكلة، حيت القرودة الخوف ديالهم ربعو على تربية الخوف، الدوبة ترباو تربية تبندية، السبوعة ترباو بالهريف، الضبوعة كيعرفو على كل شيء، حيوان ضبع كيعرف على كل شيء، كيظنو بأنه ما كيفهمش، ما هو كيعرف على كل شيء. على أين رجعوا طرقوا المسائل، ناقشوا المسائل بيناتهم، فاتفقوا على أن خصهم يلتزموا. الملك قال لهم ودي غادي نعطيكم واحد المدة، واحد المهلة زمنية، وغادي نهبط ونسارى برجلي وسط الغابة ونشوف شو وقع. كان تغيير راه تبارك الله غنزيدو على العمل ديالنا، ما كانش تغيير راه غنطلق هاد الغابة المولية ندخل ليها الصيادة. أدخلوا فهموا هاد المسائل، كل مجموعة فهمات أشنو القصد ديال الملك، وبقى هو مع العشيرة ديالو. دازت أيام، الأسد قال وصل الوقت، حان الأوان باش خصني نهبط
نشوف فين وصلت الكلمه ديالي، واش نيت كانت تحترم ولا ما كانت تحترمش، فين وصلت هاد الاجتماعات اللي اجتمعوا هاد الحيوانات، اشنو عطات هاد الاجتماعات، واش تغيرت شي حاجه في السلوكيات ديالهم ولا ما تغيرتش. فنزل وما دمع حتى واحد من العشيره ديالو، نزل كيتسارع وسط الغابه، واذا به يفاجأ، لان الكائنات الاخرى من الاصناف الاخرى الحيوانات الاخرى كلها فهمات ما هي فلسفه الاسد في العيش مع الاحساس بالاخر، العيش مع الاحساس بالاخر، الحيوانات كلها فهمت القضيه. فتفاجأ هذاك الاسد كيلقى فروج كيلعب مع نمر، كيلقى قرد مقصر مع السبعة، كيلقى تمساح جالسه مع الغزاله، ولاد ديال التمساح صغار كيلعبوا فوق هذيك الغزاله، ولقى بزاف ديال المسائل اللي جلاتو استغرب. فعاود رجع في حالته وجمع هذوك الرؤساء ديال، قال لهم اشنو وقع، فعاودوا ليه القصيده ديالهم بان فهموا لو ميساج ديالو، فهموا الفلسفه ديالو وهبطوا هذاك الميساج، هبطوه كل واحد هبطوا الفئه ديالو. في الوقت اللي نزل هذاك الميساج شنو وقع في هذاك الوقت اللي جاو هذوك الرؤساء وجابوا ذوك الميساج لكل مجموعه، فمجموعه القراده مثلا ناخذوها كمثال اجتمعت وشافوا المغزى ديال هذيك الفلسفه ديال غتعيش وتحس بالاخر، بمعنى ما تظلم الاخر، ما تتعدى على الاخر، ما تسرق الاخر، ما تكذب على الاخر، ما والو، ستحترمه، والاحترام هو نتيجة سلوك، السلوكات كاملة كتزيد على بعضيتها، يا إما تخرج لك الاحترام يا إما تخرج لك أن فو ريزولتا، وعرف راسك بأنك درتي فيوف شي كنت. على أي نفهمو هما هاد المساج هذا وعجبهم، قالوا ودي حنا سنتمتع بمفهوم الحرية، ولكن غتبقى مسألة وحدة وهي مسألة ديال القص ديالنا. فالملك عطانا حل، الأسد عطانا حل، ما غيبقى حتى حد يتعدى عليه حتى حد، واللي دار الرجوع يكون من الفصيلة ديالو. وهذه المسألة الأخيرة هي اللي خلقت لهم مشكل، بعدما أن تداركوا الأمر وتدارسوا فيما بينهما ذوك المجموعات كاملين وخرجوا بقرار. القرار اللي خرجوا به، لأن جمعوا رؤساء ديال المجموعات وهم يخرجوا بواحد القرار، أودي غادي نديروا واحد البلاغ، واحد المنشور، شكون اللي بغى يتطوع في سبيل استمرارية الكائن الحي ديالهم، شكون هي الحيوانات اللي بغات تطوع وبغات تستشهد في سبيل استمرارية ديك الغابة. فكانت المفاجأة، فتطوروا الأرانب باش يبقاو يتكاثروا ويطعموا الحيوانات ديال ديك الغابة، يطعموا ديك المجموعات ديال الغابة. البطة طوعات
لأنها غتبقى تبيض وتعطي بزاف ديال الوليدات حتى هي على أساس أنها تبقى تطير. الحوت كذلك طوع حتى هو. الحمار، الحصان، الثور، هادو كاع طوعوا باش يبقاو يطعموا هادوك الحيوانات باش تكون استمرارية ديال ديك الغابة. هذا المفهوم هذا هو اللي خلى واحد السلم اجتماعي بين الحيوانات، وهو اللي كرس الأمن. سبع ممكن يلعب مع قرد بدون ما يخاف القرد بأن السبع غياكلو، والدناجة كيلعب مع الديب بدون ما يفكر أنه هذاك الديب هذاك راه غيدور يسخن على راسو وغياكلو، راه إلا كلاه مشى. يعني السبع ما غيرحموش، غيقتلو، غيحرش عليه الضبوعة غياكلوه. فهاد المفهوم هذا خلى هادوك الحيوانات يتعايشوا فيما بعضياتهم ويلعبوا مع بعضياتهم بدون واحد ما يعرف الاخر، واللي قدر يعيش قرد الى قدر يعيش مع الديوبة فيعيش مع الديوبة لان غيعرف راسو حتى ديب ما يتعدى عليه، يعيش معاهم ويبقى ينعس معاهم ويبقى ياكل معاهم وغادي يلعب معاهم والدنيا هانية وما يخافش. هنا الديب غيعرف القرد والقرد غيعرف الديب بلا هذاك العائق ديال الخوف، لأن الخوف دائما يفسد الصورة. الخوف هو واحد التيار يفسد الصورة. ممكن يكون، نعطيك مثال، ممكن يكون إكس واحد إنسان زويون مصاوب بوكوس وتكون أنت كتخاف منه، يبان لك أنه مخسر شرير، فالصورة تخدمات تحت غطاء الخوف وعطات واحد الصورة مشوهة. والآخر اللي ما كيخافش منه ممكن نشوفوا في واحد الصورة اللي عليها هي أصلا ديال الإنسان بوكوس زوين بعقله. فهاد السلم الاجتماعي بين الحيوانات خلق واحد الصورة ديال كل شيء عايش مع كل شيء، كل شيء ما كيتعدى على كل شيء. والمالك فهم المسألة هذه ورجع للبلاصة ديالو اللي كان فيها من قبل ورجع فرحان، رجع فرحان عارف راسو الا ولد وليد الصغار وتلقاهم وسط الغابة راه غادي يرجعو، راه ما كاينش اللي غيتعدى عليهم لان الحيوانات عايشة مفاهمة واكلة كل شيء. هو هذاك هو ناضي، والشعب ديالو الرعية ديالو اللي كاينة في الغابة ناضية حتى هي، لان الفلسفة ديالهم في الوجود ديالهم تبنات على واحد المسألة ديال الاحساس بالاخر، وفي الوقت اللي كتحس بالاخر كتعطيه لا فالور ديالو اللي كيستحقها. قرد بحالي بحالو، ديب بحالي بحالو، تمساح بحالي بحالو. والقرد كيشوف التمساح بانه كائن حي حتى هو، فممكن يتعامل معه ما يخافش منه. فالملك ارتاح من البال ديالو وتكا مع راسو، وهو يقول هيهات لو كان هادشي درتو من قبل، هيهات لو كان هادشي درتو من قبل. وهذه هي حكاية ديال هاد الأسد، هذا الأسد الغريب. سيت اون ريفليكسيون اللي حاولت ما أمكن نجمع فيها بزاف ديال لي ميساج، وربما يعني لضيق الوقت، ولكن إلا سمعناها بتأني حتى الآخر راه ممكن نلقاو أن تخيبو ميساج فيها.
والسلام عليكم. واللي عجبته اخوان يحاول ينضم لهذا لاشين هذه، لان انا كنحاول نزيد ان شاء الله بحول الله. كاين بروجي ديال كونيشان ومع مشاركين اخرين ان شاء الله بحول الله، لان الدردشه هي مجموعه، والمجموعه كيخص يكونوا فيها بزاف ديال المشاركين. على اي، نستودعكم الله ونستغفر الله، والسلام عليكم.